جوكر ملخص فيلم. هو فيلم دراما نفسية صدر عام 2019 وقام بإخراجه تود فيليبس. يروي الفيلم قصة أرثر فريكا الذي يعيش حياة صعبة في مدينة جوثام، وهي مدينة مظلمة وفاسدة. يعاني أرثر من مشاكل نفسية واجتماعية، ويتعرض للظلم والاستغلال من قبل المجتمع. تعاني الشخصية من صراعات داخلية عميقة، وتتدهور حالته النفسية تدريجياً، مما يدفعه إلى اتخاذ قرارات مرعبة وعنيفة. تقوده الظروف القاسية والتجاهل المستمر إلى أن يتحول إلى شخصية الجوكر، الشخصية الأيقونية المعروفة في عالم باتمان. تتناول القصة تحول أرثر فليك من كونه شخصاً مضطرباً إلى رمز للفوضى والجنون. يتغلب على خوفه وينتقم من العالم الذي أوجعه، ويجد رغبة قوية في إثارة الفوضى في جوثام. جوكر يقدم رؤية عميقة للشخصية ويستكشف أصولها وتحولها إلى الشرير المشهور. يبرز الفيلم قضايا مثل العزلة الاجتماعية والفقر والصراعات النفسية وتأثيرها على الصحة العقلية للفرد. كما يقدم أداء مذهلا من النجم جواكين فينيكس في دور الجوكر، والذي حاز على إشادة واسعة من النقاد والجمهور. يعد جوكر فيلما مظلما ومثيرا يتناول قضايا هامة، ويعرض لنا جانبا جديدا من شخصية الجوكر والعوامل التي أدت إلى تحوله إلى أحد أشهر الأشرار في عالم القصص المصورة. من خلال رحلة أرثر فليك، يتم استكشاف عناصر أخرى في جوكر تشمل العنف والتعصب والمجتمع المظلم. يظهر الفيلم أيضا القدرة الكبيرة للظروف الصعبة والتمييز الاجتماعي على تشكيل الشخصية وتوجيهها نحو العنف والجنون. بينما يتطور أرثر فليك إلى الجوكر، يصبح رمزا للثورة والتحرر للفئة السفلى في المدينة. يجذب تحوله الجماهير ويصبح رمزا للتمرد ضد النخبة والفساد الذي يعاني منه المجتمع. يتبنى الجوكر رسالة من التمرد والتحرر الشامل، ويصبح مصدر إلهام للأفراد الذين يعانون من القهر والظلم. من خلال الأداء الاستثنائي والقصة العميقة، يثير الجوكر أسئلة حول العدالة الاجتماعية والقوة والمسؤولية. يعرض الفيلم العواقب الكارثية لتجاهل المجتمع وعدم التصدي للظلم الاجتماعي، ويعكس تأثير البيئة والتفاعلات الاجتماعية على تشكيل الشخصية والتصرفات الإنسانية. يعتبر جوكر فريداً ومبتكراً في تقديمه لقصة الشخصية الشريرة، حيث يجعلنا نتساءل عن أسباب تحول الجوكر وإشعاله للفوضى والعنف. يعتبر الفيلم تحفة سينمائية مؤثرة، تتحدث عن الطبقة الاجتماعية والتفاعلات النفسية والتحولات الشخصية بطريقة مثيرة ومفزعة.